السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في هذا المقطع الخاص جدا والذي سيكون أحزن مقطع في قناتنا. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في النزال الأسطوري الذي أقيم اليوم بين البطل الأسطوري المسلم حبيب نورماغوميدوف وخصمه المقاتل الأمريكي الدموي جاستن غيتشي، وكيف استطاع حبيب السيطرة على غيتشي وسحقه بلا رحمة وبشكل مذهل. وسنعرض لكم بعد ذلك الخبر الصاعق الذي أعلنه حبيب بعد النزال، وهو خبر اعتزاله القتال بشكل نهائي، وسنخبركم بالسبب في ذلك. فتابعوا معنا هذا المقطع الخاص إلى النهاية، ولا تنسوا وضع إشارة الإعجاب دعما لنا على الاستمرار إن أحببتم المقطع. أقيم اليوم النزال التاريخي والذي انتظره جميع محبي الفنون القتالية حول العالم بين البطل الداغستاني المسلم حبيب نورماغوميدوف والمقاتل الأمريكي الفتاك جاستن غيتشي على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف. ويعد هذا النزال أحد أقوى وأعظم النزالات في تاريخ الوزن الخفيف، وذلك لأنه يجمع بين اثنين من أقوى الأبطال على الإطلاق. فجاستن غيتشي له سجل قوي جدا ب 22 فوزا وخسارتين فقط، بينما يملك حبيب السجل القتالي الأعظم بين جميع المقاتلين ب 28 فوزا دون أي هزيمة. وقبل بدء النزال دخل حبيب إلى الحلبة بكل ثقة واندفاع كما يدخل الملك إلى قصره، وقام بقراءة سورة الفاتحة ثم دخل إلى القفص وبدأ بالإحماء والركض في أرجاء القفص، وكانت الثقة بالنفس واضحة في وجه حبيب وتصرفاته، بينما كان التوتر يظهر بوضوح في عيني غيتشي والذي كان يعلم بأنه سيواجه أعظم مقاتل على الإطلاق. Representing his father and his family and trying to keep that life of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. وبعد اعلان الحكم بدء النزال دخل المقاتلان الجولة الاولى بحذر شديد دون ان يجرؤ اي منهما على الاقتراب من الاخر لمدة دقيقة كاملة. وبعد ذلك بدأ غيتشي بالاقتراب من حبيب ووجه له عدة ركلات على قدميه، وذلك ما قال أنه سيفعله في المؤتمر قبل النزال، وبدأ يكتسب الثقة بنفسه ويوجه لكمته إلى حبيب والذي كان يردها له على الفور، وبدأ المقاتلان بتبادل الضربات بشكل سريع ومكثف. It's when he started to really piece Tony Ferguson up. Beautiful body kick lands for Nurmagomedov. That pressure, man. Look at the pressure Habib puts on you. The whole time he's got Justin on his heels. He's not allowing Justin to take the center. وهنا بدأ حبيب بالضغط على غيتشي وملاحقته عبر الحلبة وإنهاكه كما وعد، ولكنه لم يستطع الانقضاض عليه وإسقاطه أرضا إلا في الدقيقة الأخيرة من الجولة، حيث أمسك حبيب بيد غيتشي وحاول ثنيها وإجباره على الاستسلام، ولكن جرس انتهاء الجولة الأولى أنقذ غيتشي في اللحظات الأخيرة. Beautiful shot there on the double leg, and Nurmagomedov has his first takedown. That's one of his best attacks, right? He shoots the double leg. Final seconds of round one. وفور بدء الجولة الثانية بدأ حبيب بالضغط على غيتشي وملاحقته عبر الحلبة لاقتناص فرصة للانقضاض عليه، ولكن غيتشي كان يناوره بمهارة ويوجه ركلاته لقدمي حبيب بين الحين والآخر. وخلال قيام غيتشي بتوجيه أحد ركلاته لحبيب قام البطل الداغستاني بالانقضاض عليه وإسقاطه أرضا بحركة مفاجئة، ثم قام بلف قدميه حول رقبة غيتشي وتطبيق حركة إخضاع أسطورية. وقد حاول غيتشي عندها رفع حبيب عن الأرض ليفلت من تلك المصيدة، ولكنه فشل في ذلك واضطر للضرب على الأرض والاستسلام قبل أن يغمى عليه ويسقط بلا حراك. It looks like he tapped. Khabib Nurmagomedov
وعندها بدأ فريق حبيب بالصراخ والاحتفال، ولكن حبيب طلب منهم الصمت والتوقف عن الاحتفال. ثم ما كان منه إلا أن تمدد على أرض الحلبة وبدأ بالبكاء بشكل هستيري ومفاجئ، وكان السبب في ذلك حزنه على وفاة والده وافتقاده له في هذا النزال، والذي يعتبر أول نزال لحبيب بعد وفاة والده. واستمر حبيب بالبكاء لعدة دقائق حتى أتى إليه كل من جيتشي وأعضاء فريقه ليحاولوا مواساته والإطمئنان عليه. وبعد ذلك تم إعلان النتيجة بشكل رسمي، وقام حبيب بالسجود لله تعالى. And still undefeated in the UFC, undisputed lightweight champion of the world, Khabib. ثم وقف وبدأ بخلع قفازيه ثم رماهما على الأرض، ثم قال: الحمد لله، لقد أعطاني الله كل شيء. ثم فجر حبيب المفاجأة المدمرة وقال أن هذا النزال هو الأخير له في مسيرته، وأنه من المستحيل أن يخوض نزالا آخر دون والده بعد اليوم. الحمد لله يوسف، I want to say alhamdulillah, God gave me everything. Today I want to say this, it was my last fight and no way I'm gonna come here without my father. وثم قال حبيب أنه بعد وفاة والده بفترة قصيرة عرضت عليه اليو اف سي نزال مع جيتشي، فقام بالحديث مع والدته ووعدها أن هذا النزال سيكون الأخير له في مسيرته. I talked with my father, with my mother, 3 days. She don't want to go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. وقد طلب حبيب بعدها من إدارة اليو اف سي طلبا أخيرا، وهو أن يتم وضعه في قمة لائحة أعظم المقاتلين في العالم، والتي يحتل جون جونز المرتبة الأولى بها، بينما كان حبيب يحتل المرتبة الثانية عليها. It was my last fight here. I know only one thing what I want from UFC Tuesday. You guys have to put me on number one pound for pound fighter in the world because I deserve this. بعد ذلك قام حبيب بشكر جاستن جيتشي والإطراء عليه، ونصحه أن يبقى قريبا من والديه وعائلته، فلا أحد يعلم متى يفقد أبويه وأحباءه، وشكره على مساعدته له في إنزال وزنه في سنة 2016. كما قال حبيب أنه لم يعد أمامه أي شيء لإثباته، فقد قام بهزيمة كل من كونر وبوريا، وهو الآن ليس مهتما بقتال أي منهما. جاستن 2016, I remember when I cut weight, you helped me a lot. Thank you, brother. This is fight without cage. I know you're great, man. Dustin and Conor gonna fight January. I choke him out, both of them. I'm not interested for this. وهكذا أسقط البطل الأحب إلى قلوبنا حبيب نورماغوميدوف تلك المفاجأة المؤسفة على رؤوس جماهيره وعشاقه في كل أنحاء العالم. وفي هذه الليلة سينام ملايين محبي الفنون القتالية حول العالم وفي قلوبهم حسرة وحزنا شديدا، وذلك على وداع بطلهم المفضل والذي حفر اسمه في قلوب ملايين المتابعين وخاصة الجماهير العربية والإسلامية. ولكن بالرغم من اعتزال بطلنا الرائع إلا أن المنافسة لا زالت مستمرة، والنزالات تزداد إثارة وحماسا يوما بعد يوم في بطولة اليو اف سي. فجون جونز قد صعد إلى الوزن الثقيل، وإسرائيل أديسانيا يفاجئ العالم بأدائه المذهل، وأصبحت فئة الوزن الخفيف بلا بطل الآن. فمن سيكون البطل القادم؟ الإثارة تستمر. نرجو أن تكونوا قد أعجبتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع. إن أحببتم المقطع لا تنسوا دعمنا بإشارة الإعجاب والاشتراك بالقناة، وأخبرونا بردة فعلكم عند سماع خبر اعتزال حبيب نورماغوميدوف، ودمتم بأمان الله.